كان عنده إحساس بلي حيصير له حاجة. حكيت لك هذا الشيء؟ ستار ستار مدام بعد الجدل الكبير الذي أحدثته قصة سيد أحمد الطفل الذي استدرج عبر لعبة فري فاير. وما قدش نقول لي ما خبيت عليها هذه الجثة اللي بعد وقت طويل تبين أنها لسيد أحمد ربي يرحمه. قلت لي أيا شوف قلت لي بصح كونديشن ما نوري لكش الكور ديالو نوري لك غير لافاسات تاع وجهه ندلوها كاش الله ربي يجيبها له ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تعذبوا في الاخره تعذبوا في الدنيا ان شاء الله يا رب. خلاص عقلي وقلبي وقعيتي راهم قاع في القبر عند وليدي انا شب ابنه وش داروا له. ترقبوا عددا خاصا من البرنامج الاجتماعي عشت وشفت. عشت وشفت نهار الحد 29 تاع العشيه على شروق تيفي.